احتضن مجمع شارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مبادرة مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة، وتنظمها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. إلى التفاصيل. هنا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار المستقطب للباحثين والمبتكرين تأتي هذه المبادرة التي تحمل عنوان مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة، وتحديداً في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار، حيث تزامنت مع وجود معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد الذي أشاد بما يقدمه المجمع. في هذا المجمع نرى هذا، نرى المبتكرين، نرى التقنيات، نرى البنية التحتية، ونرى أيضا الدعم اللامحدود من حكومة الشارقة للمبتكرين والمبدعين. أيضا رأيت اليوم ورشة عمل تدمج ما بين الحكومة والطلبة المبتكرين، تخلق نوع من الجسور على عرض احتياجات الحكومة وأيضا عرض طرق الوصول إلى حلول يمكن كل طالب من هذه الطلبة أن يصبح مبتكر، يخلق إن شاء الله نوع من الحلول اللي بيخدم فيها دولته وأيضا بيصنع منها شركة رائدة عالمية. نحن طبعا اليوم سعيدين بزيارة معالي وزير الذكاء الاصطناعي معالي عمر العلماء إلى المجمع والاطلاع على العمل اللي يقوم فيه في المجمع. طبعا المجمع اليوم الحمد لله يعني صار منصة لاحتضان ورش العمل والبرامج التطويرة في موضوع الابتكار، وأيضا احتضان كبريات الشركات وأيضا التقنيات الحديثة على مستوى المنطقة وليس الدولة فقط. وإلى تفاصيل الورش المقامة ضمن المبادرة، فهي من تنظيم وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وجاءت لتعزيز ثقافة تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية للترشيد التي أطلقتها الوزارة. كان في ورشة عملية لمجموعة من الطلاب منهم يشتغلون على بعض البرامج والتكنولوجيا الموجودة في مختبر الشارقة المفتوح لصنع بعض النماذج الخاصة برسائل ساعة الترشيد. طبعا هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج المزامنة لحملة ساعة الترشيد اللي اطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للسنة الثامنة على التوالي، وعندنا العديد من البرامج الأخرى اللي تخدم الحملة اللي هي تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع سواء الأطفال أو ربات البيوت أو كذلك الجمهور العام. هذا وحضر الورش التي بثت أيضا للجمهور عن بعد عدد من المبتكرين الصغار الذين استمعوا وتعرفوا إلى أهم التقنيات الابتكارية الحديثة والطرق والوسائل المساهمة في ترشيد الطاقة. إذن جاءت هذه الورشة لتعزز ثقافة الترشيد لدى المجتمع وتكون عاملا مهما في تقليل الضغط على الشبكات لحفظ موارد الدولة وإفادة المستهلك نفسه. لأخبار الدار وليد الأصبحي، الشارقة.